بيه عسلمة برش عبيد البارح ما عجبتهمش كيفاش حكينا على الصرامة. يا أخي بما أننا فقرة مصورة على الانترنت وبما أننا إعلام عار وبما أننا موجهين وحالتنا حليلة وما نحيوش عاد قلنا نحكي ونوضحوا شنية الصرامة هذه. أي يا سيدك بن سيدك الصرامة أنواع. فما الساعة الصرامة اللي حكينا عليها البارح اللي هي صرامتك والبن، هذه أكثر صرامة نلقاها في المجتمع التونسي، وبلغة أوضح أكل تجري ولسانك على برا وما تخلط على شيء. كيما تحط أمالك على كمشة سياسيين وماشي في بالك حياتك باش تولي روعة، لكن ما راعك إلا تفيق اللي صرامتك راهي تعارك في البن. به فما زادة صرامتك والكاغذ الحرش، هذه زادة منتشرة وخاصة عند الموالين والمواليات، يا إما للنظام وإلا زادة للمعارضة. هاوكا تلقى صرامتك محتكة بالكاغذ الحرش وقت اللي توصل إلى حد من الولاء اللي ما عادش يقلقك هزين وجبان أكياس الطحين لملء بطن المثل والقدوة الأعلى متاعك. ثم فما صرامة من نوع آخر ألا وهي صرامتك والريح، هذه تلقاها جنرالمون عند المواطنين والمواطنات اللي ما عندهم حتى فرنك واللي في حالة فقر اتعكش. وبما أنه ربيع عندك بيجي فما زادة صرامة ربيعية هاي لا باش نعيشوها الكل ليامات جاية واللي هي صرامتك والبك، هذا نوع من الزهر الوحشي اللي كله سوق، والصرامة هذه هي أكثر نوع خطير. أما ما تخافوش جاية بعدها صرامة السيف ألا وهي صرامتك والهندي. ومن الأخر بكل باش نقفلوا الحديث بالحوصلة الخفيفة التالية، صرامتكم والبن على الكاغذ الحرش في الريح مع البك والهندي، وفي نفس الوقت وين وصلنا في حكاية مقتل شكري بالعيد؟ اي وين خلطنا؟